أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. الإمام علي بن أبي طالب عليه سلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وعن إخوتي وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فارغة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة،
والإغاثة لمن استغاث بك موجودا، والإعانة لمن استعان بك مبذولا، وعداتك لعبادك منجزا، وزلل من استقالك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظا، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا، وعوائد المزيد إليهم واصلا، وذنوب المستغفرين مغفورا، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظما لديك مترعى. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وآل محمد.